في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، كشفت وثائق جديدة متورطين في التخطيط والتنفيذ للجريمة في شاهد على حقيقة الربيع التخريبي والعدوان على اليمن. رسائل تأمرية جرت بين سفير مملكة آل سعود في اليمن ووزارة خارجيته في الرياض تؤكد علمهم بالجريمة قبل وقوعها بأسبوع. وتورط علي محسن الأحمر وعدد من قيادات الإخوان أوضحت حقيقة ما اتهموا به في ضلوعهم بجريمة دار الرئاسة إشرافا وتمويلا وتنفيذا، لتفصح عن الدور الذي لعبه الفار هادي حينها من خلال تسميتها لمن أسمتهم قيادات مؤتمرية شاركت في عملية الاغتيال، ليكن تغيبه عن أداء صلاة الجمعة يومها بالغائب العالم بالأمر، إضافة إلى قيادات أخرى. وثيقة أخرى أظهرت في فحواها عن لقاء جمع عددا من قيادات انقلاب العام 2011 مع مدير مكتب الاستخبارات العامة السعودي وضابط الارتباط بالسفارة، الذي أكدت لهم صحة المعلومات حول جريمة الاغتيال الذين يخططون له، لتؤكد لهم قيادات الانقلاب أن عملية الاغتيال لن تقتصر على الرئيس صالح، بل ستطال جميع قيادات أركان نظامه، مبررين جريمتهم أنها تأتي اقتصاصا لدماء الشباب الذين سقطوا في ساحات الاعتصام. لكنهم تناسوا ما بثوه عبر وسائل إعلامهم عن إلقاء القبض على عدد منهم، والذين حتما لن يستطيعوا إخفاءها عن الشارع اليمني. وثائق استخباراتية سرية وعاجلة تم الكشف عنها بعد 5 أعوام من الجريمة، اختتمت في نهايتها بأهمية علم الأمريكان بالأمر، ليكشف النقاب عما يتعرض له اليمن اليوم من عدوان سافر وهمجي. كانت تلك الخطوات تمهيدا له، موحيا مدى الترابط بين سلمان آل سعود منذ ولايته للعهد وحتى اليوم مع جماعة الإرهاب، خصوصا في التنفيذ والتمويل والإشراف على كل ما يخل بأمن اليمن واستقراره واقتصاده، ووقوفهم وراء ما سمي بالربيع العربي العبري الأصل. يحيى الهادي، اليمن اليوم. نيابة أمامكم إلى صاحب السمو الملكي مساعد سمو الوزير، أود إفادة سموكم بأن قد تلقت خلال فترة مناوبة سكرتارية لجنة الطوارئ برقية السفر اللي هو شرح للبرقية الأولى، نفس شرح للبرقية الأولى. البرقية الثالثة هي المهمة، ستكون أمامكم هذه البرقية أصل البرقية كما قلت. اليوم نعرض البرقيات كما هي. إعلام معلومات المكتب الرئاسي عن المسبب أن اللواء علي محسن قائد الفرقة مدرع المنشق على الجيش وبالتعاون مع سيقوم اغتيال المكتب الرئاسي وضابط السفارة يوم أمس الأحد التقى مذحق الأحمر وحد قادته، والذي أكد صحة المعلومات وبأن الأمر لن يقتصر على الرئيس صالح بل كل أركان دولته، والباقي الكلام الملطخة وفقا لمدحق الأحمر. إذن فقط اليوم